التكسير يكشف علاقة خليل الظاهر بعائلته في الجزء الثالث. مجروح شكلي رح اطلع برا الغرفة انا. صباح الخير. يعني مواعيدك مزبوطة، تأخرت 5 دقايق. كيفك؟ بس شو هالمحل خدنا عليه؟ هالمحل جايبك عليه اسمه ذا سماش روم، هذا اللي عم بدي اسألك اسئلة شوي مستفزة، فبدل ما تكسرني كسر الجهة تانية. ديل؟ يلا طب تفضل. أنا ما عم بمزح لما قلت لك رح تكسر، لأنك رح تكسر رح تكسر، لأني خايف عليك عشان ما تأذي حالك، ففي قصص لازم نلبسهم يعني أفرول كفوف لحتى ما ج... أيوه السيفتي يعني لحتى... القصة كثير سيريس. وبما أنه صرنا جاهزين جوا السماش روم، صار عندي فضول أعرف شو حيصير بخليل بأحداث الجزء الثالث من عروس بيروت من بعد ما شفناه مهزوم بنهاية الجزء الثاني. بدأت الأسئلة عن هالموضوع. عائلة بيت الظاهر بهذا السطل، بدي أعطيك كل حدا وتقولي قدي رح تكون معصب منه ومطايق وبدك تكسره بالجزء الثالث. البداية مع ست ليلى الظاهر، كبيرة العائلة اللي دايما بتحاول تحمي أولادها، بس هالشي ما بيقتنع فيه خليل الظاهر. هي أمي بس غلطت معي كثير، فللأسف حبك. فارس الظاهر، قدي بتغار منه بالجزء الثالث؟ عم نحكي قدي رح تغار منه الجزء الثالث. قطع شوي هيدي بالجزء الثالث لفارس الظاهر. ومثل ما الكل بيعرف انه خليل بيثق بالجزء الثاني باخوه ادم وما بيتوقع انه يغدر فيه ويكون سبب بافلاس بيت الظاهر. ادم وحده ما بتكفي، وحده ما بتكفي. ادم ارى شكلي رح اطلع برا الغرفه انا. حرق كل شيء بيناتنا. وآدم مش الوحيد اللي غدر بخليل، كمان زوجته نايا اللي بتلعب دورها مرام علي، فهي اللي بيتابع المسلسل بيعرف انها تزوجته لتكون الى جانب اخوه فارس اللي مغرومه فيه. بدك تروح نتعشى؟ لا لا فارس مو مبين امتى رح يجي. نايا، نعرف من نايا المشاكل اللي مريت انت وياها كثير بالجزء الثاني، بالجزء الثالث كيف علاقتكم رح تكون؟ نايا حبيتها كثير وعطيتها من قلبي، بس هي شوي كانت بعيدة عني. رح نشوف بالجزء الثالث شو حيصير، بس هيدا الكيس ما رح ينكسر، هيدا الكيس رح يكون مجروح بس. حبيت هلقد حبيتها لنايا. انت عم تاخد بنتي؟ يلا حبيبتي. مش هيك قلتي لي اعطيني شوية وقت؟ خليل روح، مش هتعملي فيها هدول الاشياء. ثريا مرته لفارس، الجزء الثالث رح كبها بلا ما اعرف شو رح يصير. يلا الله. لك انتو شو شغلتكم بالبيت دينا؟ شو قلكن عازي؟ ليه تاخد بنتي منو بقضتها؟ اللي بيشتغلوا عندكم بالبيت، تحليلات الناس انه هن بالجزء الثالث رح يكونوا كتير مناح وبصفكن. انت ما عندك مشاكل كتير معهم، بس قديه رح تكون مقهور منهم بالجزء الثالث؟ ليك احمد، بالجزء الثالث والثاني والاول هن كانوا كثير قراب لالي، يعني ربا ومصطفى وكلهم كانوا من الناس اللي بيهتموا بخليل، فهذا الكاس لحط فيه مي واشرب منه. الله، لانه اهتموا فيه كثير.